ايه الدور اللي بتلعبه قطر؟ هل بتلعبه لصالحها ام وكيلا عن دول اخرى؟ بصي، انا طبعا قدر لي ان انا اشوف حمد بن خليفه في الكويت في ديسمبر 1996. كنت مدعو الى مؤتمر القمه الخليجي، وكنت مسؤول عن تحرير روز اليوسف في ذلك الوقت. وجات لي مندوبه روز اليوسف في الكويت استاذه السيده ألفت فريد، وقالت لي انه القطريين عايزين يشوفوك. اوكي. وانت عارفه بحكم انك صحفيه، عارفه باستمرار انه الصحف او المجلات الاسبوعيه محتاجه الى ستوري اكتر منها تغطيه اخباريه. فرحت قابلت الامير في قصر بيان. حقيقة صدمت، لانه هو راجل طويل وكل حاجه، وكان لسه بقاله سنه. لا، كان من هو دخل 95، فبقاله قلب على ابوه 95، فكان بقاله سنه تقريبا واحدة. هو في يونيو 95 قلب على ابوه، وكان حواليه مجموعة كبيرة جدا من الناس. هذا الرجل تسأليه سؤال ما يردش، يرد واحد اسمه تامر بتاع الإعلام، يرد مش عارف مين، يرد مين. ثم تجدي في الحقيقة، أنا بعتذر عن التعبير بس هو واقعي جدا، تجدي حالة من حالات الهيافة في الإجابة. يعني فاهم ازاي؟ فدرجة إن بدأت أستفزه، يعني بدأت أمارس حقي في الاستفزاز، فأقول له ألا. يعني أنتم معجبين بإسرائيل؟ بيقول لي أنا شرط أمريكا للاعتراف بالنظام الجديد في قطر أيام كلينتون أن يجري علاقة دبلوماسية بيننا وبين إسرائيل. وبالفعل حصل مكتب للتمثيل التجاري في شيراتون الدوحة، وراح شيمون بيريز في زيارة مشهورة جدا، وقعد على القهوة وشرب شيشة بالظبط. يعني علاقتها قوية، علاقتها قوية كانت بالسيدة موزة يعني بشكل أو بآخر. إذن المهم، فلما جيت سألته لقيته بيدخن سجاير نوع تقيل قوي. فسألته يا أخي أنت بتقول إنك رياضي وبتدخن سجاير، فقال لي عشان خاطري ما تكتبش الحكاية دي لأحسن مراتي تكرشني. عارفة يعني ما أنتش قدام حاكم بجد، يعني ما أنتش قدام راجل بيعرف كلمته بجد، يعني في حالة من حالات الهيافة الشديدة يعني. المهم أنا لما كتبت هذا الكلام لقيت حصلت الحوار ما فيهاش اي حاجه. فبدات اشتغل في الباك جراوند بتاع القصه نفسها، وقصه الانقلاب والمحاولات اللي حصلت وعلاقه الاب الى اخر هذا الكلام. فاتشتمت طبيعي. طلع واحد اسمه احمد علي وقال انه يعني مش هكذا يخاطب الملوك، وبعد ما كنت هتتهمي بانك اخدت منهم فلوس اصبحت متهمه بانك انت يعني بتشتميهم عشان ما خدتيش فلوس، يعني حاجه كده. مع انه اذا كان عندي دقيقه، قبل الانقلاب بتاعهم بشهرين جالي اتصال من احمد علي نفسه، وانا كنت شفت احمد علي في الدوحه بعد ما عملت تطوير لجريده الرايه اللي كان مسؤول عنها مدير مصري كان اشتغل في روزا اليوسف واشتغل في اخبار اليوم اسمه كمال عزب، ورحت مع سعاد رضا كانت عضو المنتدب وعملنا التطوير، ورفضت ان انا اخد ولا مليم، واعتبرت ان دي مجامله لصديق. المهم فتعمل لي حفله كبيره جدا، وجي احمد علي يتحدث عن اخلاق الصحافه المصريه واخلاق روز اليوسف واخلاق الصحفيين اللي بيمدوا ايديهم للعرب وللصحافه العربيه من غير ما يتقاضوا شيء. هو نفسه الرايه القطريه طبعا. جاء بعديها طبعا نسيت شكله ونسيت اسمه، فلقيت تليفون جاي لي من احمد علي نفسه، فكرني بنفسه وقال لي ان احنا عايزينك في سويسرا لان هناك حدث مهم جدا هيحدث في المنطقه، ونرى ان من المناسب الان دعم روز اليوسف، واحنا مستعدين ان احنا نقدم حمله اعلانات تاخدوا الفلوس شخصيه الى اخره، يعني فيما يشبه الرشوه السياسيه. انا اتخضيت، فجريت على محمود التهامي. دي أول مرة تتعرض لرشوة سياسية يا أستاذ عادل؟ أكيد تعرضت لها كتير. لا، دي يمكن بشكل فيش 8 مليون دولار يعني. 8 مليون دولار حاجة كتير يا أستاذ عادل وقتها، كمان ال 8 مليون دولار دول كانوا كتير برضو. والله يا أستاذة لميس اترعبت بجد، لأنه طبعا على طول حسيت إن التليفون ده هيطلع منه مدير المخابرات العامة، هيطلع منه مش عارف إيه بتاع. فجريت على محمود التهامي وهو حي يرزق، كان رئيس مجلس إدارة روز اليوسف حينها. قلت له من فضلك بلغ الموضوع، وما كتبتش خبر. وطبعا القصه دي غير مثبته لانه توفى
الدكتور اسامه الباز، نزلت على مكتبه في التحرير وقلت له، قال لي اسمه ايه الواد ده؟ قلت له اسمه كذا، قال لي لا ده الموضوع يوصل لعمر سليمان. بعديها اذن الراجل اللي انصفك وادعى انه يعني وقال كلام حلو في حقك هو نفسه اللي هاجمني، واصبح بعد كده يعني مسار لقلة الادب يعني. هنا لقيتي حاجة مهمة جدا. الراجل اعترف لي بانه وضع صورة عبد الناصر في مكتبه اللي هو حامد بن خليفة. طيب دي يا سيدي، قال لانه عبد الناصر هو زعيم العالم الثالث كله يعني، وانه قدر بقدرته في تأثير الدول انه يصبح بهذه الزعامة. لما سألت فيما بعد حصل دردشة بينه وبين عبد السلام المحجوب، كان مدير المخابرات الجزء المسمى بالخدمة السرية في المخابرات العامة، بقول له، قال لي ايوه هو يعتقد انه جمال عبد الناصر، واحنا الحقيقة بولينا باتنين، واحد في الغرب قذافي، يعني عبد الناصر ده تسبب في مشكلتين كبرى الله يرحمه يعني، قذافي من ناحية بكل ما فعل، وايضا حمد بن جاسم اللي اعتقد هنا ايه، ان القومية العربية قد فقدت صلاحيتها للزعامة، ومن ثم من الممكن ان يتم ذلك عن طريق التنظيمات الدينية التي اصبحت تنظيمات متصاعدة بعد هزيمة يونيو 67.